السيسي يؤكد أن الدولة المصرية استعادت هيبتها ولا يمكن المساس بها. داعش يتبنى تفجير قرية سوسيان قرب مدينة الباب وارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 50 قتيلاً. رئيس وفد المعارضة يؤكد أن الانتقال السياسي في سوريا يتطلب تشكيل هيئة حكم انتقالي. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية استعادت هيبتها، وخلال زيارة مفاجئة لكلية الشرطة طمأن السيسي المصريين بأنه لا أحد يمكنه المساس بالدولة المصرية. أنا بقول للمصريين اطمئنوا اطمئنوا، لأن احنا هنا مستعدين نقدم أرواحنا ودمائنا عشان هم يعيشوا في الأمان اللي احنا بنتكلم عليه ده. مهمة صعبة لكن انتم أهل لها، وإن شاء الله تبقوا دايما قادرين عليها، ومحدش أبدا يقدر يمس الدولة المصرية. ومش كتير إن أقول إن الدولة المصرية رجعت مرة تانية. الدولة المصرية رجعت دولة مرة تانية، وإن شاء الله لن يستطيع أحد المساس بيها. وخلال تناوله الإفطار مع طلبة كلية الشرطة شدد السيسي على أن الأمن لا يتحقق عبر مقاومة الإرهاب فقط، وإنما عن طريق مقاومة كل مظاهر الانفلات. موجودين عشان نوفر الأمن لأهلنا والاستقرار. والأمن ده مش بس يعني ضد الإرهاب، لا، ضد أي شكل من الأشكال اللي تعكر على المصريين حياتهم. المرور ده أمن، المرور أمن. مكافحة أي شكل من الأشكال الانفلات ده أمن. مش عايز أقول بلطجة، لأن احنا ما فيش عندنا بلطجة، ومش هنسمح أن حد يبلطج في مصر على الدولة ولا على الناس. فبيكم انتوا بتضحياتكم انتوا، فده مقدر من كل المصريين. تمكنت قوات انفاذ القانون بشمال سيناء من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيس تتفرع منه 3 أنفاق على الشريط الحدودي جنوبي مدينة رفح. وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاع أنه توجد داخل النفق غرفة تحكم رئيسة تتوسطه، كما توجد به كابلات اتصال وكهرباء وسماعات لتكبير الصوت وماسورة أكسجين. أعربت حكومة جنوب السودان عن أسفها للتصريحات التي أطلقها الرئيس السوداني بشأن دعم مصر العسكري لجوبا، واعتبرتها عارية عن الصحة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها كلتا الدولتين لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة. وشددت الحكومة الجنوبية على سيادتها وحقها في حماية أراضيها بكافة الطرق والتعاون مع أي دولة على أساس المصالح المشتركة. كما أكدت حكومة جنوب السودان على متانة العلاقات مع مصر وتقديرها لدور القاهرة في المجالات الإنسانية وبناء القدرات والصحة والتعليم، والتي سيتذكرها شعب جنوب السودان على الدوام.
وفي الشأن السوري قال رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات جنيف بشار الجعفري إن الوفد تسلم ورقة عمل من المبعوث الأممي ستيفن دي ميستورا وسيعمل على دراستها. وأشار الجعفري إلى أن اجتماع الوفد مع دي ميستورا تطرق فقط إلى شكل الاجتماعات المقبلة. تطرقنا خلال جلسة المحادثات During this round of talks we discussed إلى شكل الاجتماعات المقبلة The format of the upcoming meetings. وأعني بذلك أننا تطرقنا خلال كامل الجلسة إلى مسائل تتعلق بشكل الجلسات. And by this I mean that throughout our meeting we discussed issues pertaining to the format of the talks. فقط. Exclusively. في نهاية الاجتماع استلمنا ورقة من السيد دي ميستورا. At the end of the meeting Mr. دي ميستورا handed us a document. A paper. A paper. واتفقنا أن ندرس هذه الورقة. And we agreed to examine and study this paper. على أن نعود إليه. And we shall get back to him. في الجلسة القادمة. وفي المقابل أكد نصر الحريري رئيس وفد المعارضة في محادثات جنيف أن الانتقال السياسي في سوريا يعني ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية. وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه بالمبعوث الأممي إلى سوريا أن الاجتماع كان إيجابيا وتم خلاله بحث القضايا الإنسانية في سوريا. عندما يقوم المبعوث الدولي بتيسير عملية سياسية المطلوب منه لا أن يأخذ رأي ذلك الطرف أو هذا الطرف، المطلوب منه أن ينفذ القرارات الدولية بحرفيتها. واليوم الأجندة التي طرحها السيد ستيفان دي ميستورا بعيدة كل البعد عما تتفضلين به، فهو تحدث عن قضايا أساسية في القرار 2254 كانت واضحة، الانتقال السياسي والدستور والانتخابات في سياق الزمني. هددت روسيا باللجوء إلى حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على الحكومة السورية. وقال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أنه قدم خلال اجتماع مغلق في مجلس الأمن رؤية واضحة حول موقف روسيا الرافض لاتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية دون دلائل، مؤكدا أن بلاده ستستخدم الفيتو ضد أي عقوبات على دمشق. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مقرات أمنية قرب مدينة الباب في ريف حلب شمالي سوريا. وأسفر الهجوم الذي نفذ بسيارة مفخخة في قرية سوسيان خلف خطوط المعارضة عن مقتل أكثر من 50 شخصا فضلا عن إصابة العشرات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التفجير ألحق أضرارا بالغة بقرى المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري في القرية. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة الأمريكية زودت العراق بمعلومات مخابراتية للقيام بالغارات الجوية التي نفذها الطيران داخل سوريا ردا على هجمات تفجيرية وقعت في الآونة الأخيرة في بغداد. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أوامر بملاحقة تنظيم داعش داخل منطقتي حصيبة والبوكمال في سوريا داعيا أهالي الموصل التي تشهد حاليا معارك في جانبها الأيمن إلى مساعدة القوات العسكرية. كما دعا العبادي مسلحي داعش إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم فورا كفرصة أخيرة لينالوا محاكمات عادلة. اقتحمت القوات العراقية حي المأمون الذي يعتبر أول أحياء الجانب الغربي من مدينة الموصل الذي يسيطر عليه تنظيم داعش. وذكر بيان للإعلام الحربي أن هذا التقدم جاء بعد استعادة السيطرة على مطار الموصل بالكامل ومعسكر الغزلاني في المحور الجنوبي من المدينة. يأتي هذا فيما أفادت مصادر عسكرية باستمرار عمليات التطهير والتفتيش عن الألغام والمتفجرات في مطار الموصل، وذلك بعد فرض القوات العراقية كامل سيطرتها على مدرج وصلات المطار. اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وحاول مئات الجنود تفريق المظاهرة مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. كما ألقى مستوطنون إسرائيليون يقيمون في وسط الخليل الحجارة تجاه المتظاهرين، ونظمت المظاهرة في ذكرى المجزرة التي ارتكبها اليهودي باروخ جولتشتاين في فبراير من عام 94 حين قتل بسلاحه 29 مصليا فلسطينيا وأصاب أكثر من 100 آخرين
داخل الحرم الإبراهيمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل اللجوء لحل دولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه قال في الوقت نفسه إنه سيرضى بأي حل يسعد الجانبين. كيف ينظر ترامب للقضية الفلسطينية؟ سؤال ازداد غموضاً بعد تصريح الرئيس الأمريكي بأنه يفضل حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكانت إجابة ترامب على ذات السؤال مختلفة حين قابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع الماضي، مؤكدا أن حل الدولتين ليس الخيار الوحيد، وهو ما اعتبرته صحف إسرائيلية بمثابة إعلان وفاة لفكرة حل الدولتين. الرئيس الأمريكي عبر لأول مرة منذ توليه الرئاسة عن تفضيله لحل الدولتين، لكنه قال في الوقت نفسه في مقابلة مع وكالة رويترز بأنه سيرضى بأي حل يسعد الجانبين. فكرة إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب إسرائيل ظلت مسألة ترتكز عليها جهود السلام في الشرق الأوسط خلال العقود الماضية، واعتمد عليها رؤساء أمريكا خلال 30 عاما الماضية. ومع إعلان ترامب اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس، جاء مؤتمر باريس الدولي للسلام مطلع يناير الماضي ليؤكد أن فكرة حل الدولتين القائم على حدود عام 67 تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية. تصريحات ترامب المتناقضة إزاء القضية الفلسطينية جعلت التكهن بقراراته المستقبلية إزاء الصراع صعباً، فمن تجاهل الاستيطان إلى انتقاده ورفضه، ومن تأكيده على أنه لن يفرض حلاً للقضية إلى تصريحه بأنه يفضل حل الدولتين. قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الحكم الصادر بسجن جندي إسرائيلي 18 شهراً لقتله فلسطينياً مصاباً وأعزل هو حكم مخفف للغاية. وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني إن المنظمة منزعجة للغاية إزاء العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب، خصوصاً أن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في إسرائيل إلى السجن 20 عاماً. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين على الأقل في انفجار سيارة ملغومة يقودها انتحاري يعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة. واستهدف الانفجار معسكر الحزام الأمني في مدينة زنجبار عاصمة محافظة إبين بحسب مصادر محلية. وأكدت مصادر أمنية أن السيارة استهدفت بوابة المعسكر، فيما دارت اشتباكات بين مسلحين يعتقد أنهم من القاعدة وحراس المعسكر عندما حاول المهاجمون الدخول. قالت وزارة الداخلية البحرينية إن تفجيرا إرهابيا استهدف الليلة دورية عسكرية بمنطقة الشاخورة شمال البحرين، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالدورية إضافة إلى سيارتين مدنيتين. وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إلى أن الحادثة لم يسفر عن وقوع أضرار بشرية. وكانت الوزارة أعلنت قبل يومين إصابة سيدة في تفجير بمنطقة السنابس شمال البلاد دون الكشف عن المتورط في الحادث. مشاهدينا الكرام، إلى هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أفادت الحكومة الألمانية بأن 136 تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية قدموا طلبات لجوء إلى ألمانيا. وقالت الداخلية الألمانية أن الحكومة لا تملك أرقاما مفصلة حول عدد الجنود والموظفين الرسميين والدبلوماسيين الذين فقدوا وظائفهم في تركيا منذ محاولة التمرد في 15 من يوليو الماضي. أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفور التزام الولايات المتحدة بجميع الاتفاقات والدعم تجاه حلف شمال الأطلسي. وقال دانفورد في لقاء نظمه أحد معاهد الأبحاث في واشنطن إن ما تطلبه الولايات المتحدة من الناتو هو مساهمات دفاعية فاعلة من جانب أعضاء الحلف. نعم، نحن ملتزمون أمام حلف شمال الأطلسي بأمرين، الأول هو تقاسم الأعباء والوفاء بالالتزامات التي اتفقت عليها دول الحلف،
ونتعهد بمنح 2% من الناتج العسكري لكل دولة من أعضاء الحلف. الأمر الآخر المهم أيضا هو أننا نعمل بكل جهد من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء في المستقبل، وعلينا أيضا حماية الدول غير الأعضاء من الهجمات الإرهابية أو الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من عواقب سياسية واقتصادية واسعة في أوروبا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا في بناء الجدار مع المكسيك لتأمين حدودها. وأضاف ترامب في مؤتمر للمحافظين في ماريلاند إنه يحارب الإعلام الزائف والكاذب الذي ينقل استطلاعات رأي كاذبة بحسب تعبيره. ورأى ترامب أن وسائل الإعلام التي وصفها بالكاذبة لا تمثل الشعب الأمريكي، خصوصا أن لدى بعضها أجندات خاصة بحسب رأيه. وفي فرنسا، انتقد محامي المرشح الرئاسي بالانتخابات الفرنسية فرانسوا فيون قرار إعادة فتح تحقيق حول شبهات فساد طالت عائلته. وقال الفريق القانوني لفيون أن التسريبات التي وصلت لوسائل الإعلام عن القضية تشكك في نزاهة سير التحقيقات، متهمين تيار اليسار الفرنسي بالوقوف وراء قرار النيابة المالية الوطنية بانتداب قاض جديد. ويواجه فيون تهما محتملة باختلاس أموال وتوزيع وظائف وهمية وسوء استغلال نفوذ. وفي الشأن المحلي، قالت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية إن الكنيسة وعلى رأسها البابا طوادروس الثاني تتابع ما يحدث في شمال سيناء وتدين الأحداث الإرهابية المتتالية هناك التي تستهدف أبناء الوطن وتعمد لضرب الوحدة الوطنية. وأضافت الكنيسة في بيان لها أنها في تواصل مستمر مع المسؤولين ومع الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء ومع المحليات للتخفيف من آثار هذه الاعتداءات. أدان الأزهر الشريف الأحداث الإرهابية ضد أبناء الوطن في شمال سيناء التي تستهدف أرواح الأبرياء وممتلكاتهم، مؤكدا دعمه الكامل وتقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. وأكد الأزهر في بيان له أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من الوحدة الوطنية. شيع المئات في السويس جنازة مسن ونجله شهيدي الإرهاب في سيناء، واللذان قتلتهما عناصر جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية يوم الثلاثاء الماضي بعد اقتحام منزلهما. وكان جثمان سعد حكيم ونجله مدحت قد وصل لكنيسة الملاك ميخائيل وسط إجراءات أمنية مكثفة، ودخل الجثمانان الكنيسة التي احتشد بها مئات الأقباط لأداء الصلاة والدعاء للمتوفيين. قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي إن اللجنة تستعد لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لاستكمال فحص الحالات الواردة للجنة والخاصة بإعداد القائمة الثالثة للعفو عن الشباب المحبوسين. جدير بالذكر أن لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية خاصة بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي والنشر، وسلمت القائمة الثانية لها لمؤسسة الرئاسة خلال الشهرين الماضيين. كرم الدكتور مجدي يعقوب محافظ أسوان 18 فائزا من المتسابقين في الماراثون الخيري الدولي الذي نظمه مركز دكتور مجدي يعقوب للقلب وقلدهم ميداليات الفوز. كان الدكتور مجدي يعقوب قد تقدم الماراثون الخيري الذي ينظمه مركز القلب بأسوان، وشارك به نحو 1000 متسابق وعدد من القيادات بالمحافظة، وتعد تلك المرة هي الأولى التي يتم فيها تنظيم ماراثون خيري بصعيد مصر، ويهدف إلى التوعية بالوقاية من أمراض القلب وصحة الإنسان بجانب الهدف التسويقي للدعاية السياحية الدولية. وخلال مشاركته بالماراثون الخيري، شدد الدكتور مجدي يعقوب في لقاء خاص مع أون لايف على أهمية ممارسة الرياضة، وأكد أنها تعد خير وسيلة للتوعية بالوقاية من أمراض القلب وأيضا الحفاظ على أعضاء الجسم كافة. الشعب لازم يعرف أن الرياضة والجري والفيزيكال اكسرسايز دي حاجة مهمة جدا 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 للقلب وللجسم كله، علشان يبقى فيه صحة ويتمتعوا بالحياة
والحاجة التانية أن أسوان جميلة زي ما أنت شايف عشان يتمتعوا بالحياة وبعدين يساعدوا الناس التانيين اللي مش قادرين واللي عندهم أمراض قلب. شنت وزارة الداخلية حملة مرورية كبرى على الطريق الدائري السريع لضبط المخالفات المرورية التي تقع على الطريق السريع وإعادة الانضباط المروري وتسيير حركة الطرق في القاهرة وللقادمين من المحافظات والذين يستخدمون هذا الطريق. اختتم الملتقى الأول للمصورين العرب الذي نظمه قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب. التصوير بالنسبة لي حياة، نظرة إبداعية مختلفة، لحظة تستحق إن الواحد يشاهدها أكثر من مرة. يجيد اللعب بالأبيض والأسود والإضاءة، ده مش أي حد. قد تختلف اللهجات وربما تفرقنا الفتن، ولكن تبقى الصورة هي لغتنا المشتركة. فقد أقام قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب الملتقى الأول للمصورين العرب بالقاهرة تحت عنوان القاهرة عاصمة الصورة الفوتوغرافية. عدد دول المشاركة 13 دولة، منهم السعودية وفي اليمن الكويت وليبيا، تقريبا 173 فنان مما يشمل على 243 عمل. أنواع الصور الموجودة في المعرض في بلاك أند وايت وفي بورتريه وفي لاندسكيب. مشارك في ملتقى مصورين العرب بصور لاندسكيب بلاك أند وايت، معتمد على الظل والنور اللي في الصورة، معتمد على العمق في الصورة أكتر. ده شغل أو اتجاه في التصوير في استخدام بلاك أند وايت. وقد اختلف المصورون في نوع الصورة وموضوعها. شايفين الدول العربية الأخرى غير القاهرة غير مصر كان بيتجه أكتر إلى البورتريه، كان بيتجه أكتر لللاندسكيب، لكن عندنا مصر هنا أغلبية اللوحات فنية آرت بلاك أند وايت شادو، ده الاتجاه الفنان المصري. بيأكد البيئة المصرية، الألوان بتاعته مشرقة لأن احنا بلدنا الشمس فيها باستمرار زهرة. وقد أشاد الجمهور بالفكرة وأثنى على تفاصيل الصور. المعرض ده فرصة كويسة قوي إنه يجمع كلمة العرب في كل حاجة، في الفن الناعم، كل واحد بيشوف التاني، كل واحد بيرسم البيئة بتاعته، المباني اللي بتتميز بها بلده، الطبيعة، الزراعة، الطيور، الحيوانات، البيئة. حاجة جميلة جدا إن احنا نتفرج على هذه الملحمة في معرض. أكتر ستايل بلاك أند وايت كان حلو، وبيركز على التفاصيل بتاعت الإيد، الوش، التفاصيل كان حلوة قوي. بعض البيوت القديمة كانت برضو التصوير فيها حلو. بتمنى ان يكون في السنين اللي جايه فكره اكبر من ناحيه ان احنا ممكن نعمل ملتقى في مجالات اخرى زي النحت زي الخزف، تفتح مجالات اكتر، تفتح ملتقى اكتر مع العرب في جميع المجالات. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، انتظرونا على رأس الساعه.